النهارده وانا جايه في الطريق افتكرت انه في 2011 اعتقد في اكتوبر 2011 كنت بتكلم في ندوه في جوته في وسط البلد في تحرير لاونج، وكان مصطفى هو اللي بيدير الندوه، وكان نفس العنوان بتاع الندوه كان نفس الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده بالظبط، لا قلم زاد ولا قلم نقص. والغريبه كمان انه في الوقت ده كان كمان علاء عبد الفتاح الصديق الجميل والمناضل الرائع في السجن، فاللي هو فكرت كده يعني هو في ايه؟ يعني هو التاريخ بيعيد نفسه ولا ايه؟ طب دي حاجه المفروض تحسس الواحد بانه متفائل، ولا تحسس الواحد بانه يعني بيكرر، يعني بندول في حلقات مفرغه حوالين نفسنا وكانه يا ابو زيت ما غزيت، ونقعد زي ما كنت بقول بداعب احمد ومصطفى قبل ما نبتدي على طول نقعد نقرا روايات بوليسيه هابطه ونعزل نفسنا عن العالم. في الحقيقه لا، في الحقيقه انه اللي حصل من يوم الندوه دي تحديدا لحد النهارده يقول انه انه لا طبعا انه في حاجات كتير قوي بتتغير على اخر ونجحت يعني نجح المد الثوري ان هو يتخلص من حاجات يعني من مشكلات كتير جدا كانت في وجهه نظرنا انها عقبه قدام الثوره، وانه دخولنا في اختبارات في مواجهتها ممكن تكسر، لا احنا كملنا وما اتكسرناش، ودلوقتي بنواجه تحدي تاني يمكن بيستخدم فيه نفس الاليات والاعلان اداه اساسيه منها. بنستخدم نفس الاليات في لحظه احنا شبه فيها شويه اللي كان حاصل بعد ما سبيرو والتشويه والاتهامات كل حاجه بتستخدم، هما صاروا الموضوع ده بتستخدم نفس الادوات واحنا مكملين. فالحقيقه لقيت نفسي متفائله جدا، فقلت اشارككم في هذا الاحساس بالتفاؤل، وهي لحظات قليله قوي فنحاول نقتنصها مع بعض كده قبل ما طيب السؤال بقى هو هو في ايه؟ يعني يمكن انا ما عنديش اجابات لكلام كتير مصطفى كان بيتكلم عنه في المقدمه، رغم انه اسئله بتطرح نفسها في اذهاننا كتير جدا، وما عنديش اضافات عن ممكن اللي كلنا دلوقتي عارفينه، مثلا على سبيل المثال انه قناه القاهره والناس بتاعه طارق نور اللي هو كان بيعمل حملات الدعايه بتاعه مبارك ايام ما كان بيعمل له النيو لوك ويطلع ببدله من غير قميص ايام ما كان نازل انتخابات الرئاسه في 2005. فده يعني دي ما بقتش مفاجاه، الناس كلها عارفه الكلام ده، وانه دريم بتاعت احمد بهجت اللي واحد من اهم الناس اللي لو اتفتحت ملفات الفساد بجد في البلد هيتقال له من اين لك هذا، وانه القائمين على اون تي في بعد ما ساويرس باعها لا يختلفوا عن ساويرس واجندته اللي هي في النهايه برضو كانت لما طلع قبل في التلفزيون في الديبيت الشهير اللي ما بين علاء الاسواني واحمد شفيق قال لك لا احنا اسقطنا النظام بس مش مع حد من الدوله. فالراجل من يعني من بعد 18 يوم وهو حاطط ايده على قلبه وقلبه بيدق، ففي النهايه يعني في منظومه كلنا عارفينها وعارفين تركيباتها وعارفين حساباتها، وبنتفرج على احمد موسى وهو طالع يتكلم عن الثوره والشعب وانه لا وانت وحقك ومش عارف ايه، ويعني يتهم الناس اللي بتناضل في الشارع من سنه 2000 مثلا ل 2001 بانهم خونه وعمله وبيتقاضوا ومش عارف ايه، كلنا عارفين يعني قصدي ملفات الناس دي ووجوهها القبيحه يعني بالذات انه ايقاع الحياه سريع جدا جدا ما كانش قدامنا. الازمه الحقيقيه ان احنا الثنائيه الاستقطاب اللي بيحاولوا يروجوها لنا يعني، وانا اقدر اقول من خلال شغلي كصحفيه بتابع الاخبار بشكل يومي انهم انه بيحاولوا يروجوها لنا، ثنائيه الاستقطاب والنظريات المؤامره اللي بيحاولوا يسوقوها لينا كلها حاجات مصطنعه جدا ولم تصمت كثيرا. ليه؟ لانه في حقيقه في حته ثانيه.
طيب ايه دليلي على انه مفيش استقطاب في المجتمع وانه ما يقدمه الاعلام في اللحظه دي هو وجهه نظر النخبه الحاكمه المسيطره من خلال سيطرتها على راس المال على القنوات الفضائيه اللي بتخلق حاله التعبئه وكذا. دليلي بس مشهد صغير قوي معرفش اذا كنتوا خدتوا بالكم منه في الفيلم اللي كان مقرر علينا كل ما نفتح التلفزيون قبل الاستفتاء بتاع الدستور بتاع ساندرا مش. المشهد ده مشهد صغير جدا 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 لو في اي صحفي محترم كان بيشتغل في الفيلم ده كان لازم يتوقف عنه وكان لازم يبقى هو ده الفيلم. ساندرا نشأت بتلف في كل ربوع مصر وكل محافظاتها وتسأل الناس هتدي صوتك لمين، ومشهد صغير سريع جدا لا يتجاوز الثانيتين ثلاثه بتسأل شباب على موتوسيكل هتدوا هتصوتوا في الدستور، فاتنين عملوا لها كده واحد عمل لها كده الثلاثه راكبين على نفس الموتوسيكل، فاللي هو يا نهار اسود استقطاب ايه؟ طب وما زقوهوش ليه وخلصوا منه يعني فالحاله يعني الحاله مش مفهومه. الحاله انه الخبر دايما بنقول في الصحافه، وانا من الناس اللي مقتنعه انه الصحافه في حد ذاتها تحمل رساله، يعني انه نقل الحقيقه كما هي لا كما اريد ان اراها ولا كما اعتقد انها ان هذه هي الحقيقه، دي رساله في حد ذاتها، نقل الحقيقه رساله. ونقل الحقيقه هي انه احنا نحط تحت الاضواء كل ما لا يملك صوت لانه يخرج للعالم. وفي الحقيقه المشهد ده تحديدا هو اللي بيطرح كل التساؤلات اللي قد تثير القارئ وتساعده على ان هو يفهم واقعه ويفهم شكله. طبعا محدش توقف طبعا عند المشهد ده، ومعرفش اذا كان يعني اذا كان احمد خدت بالك من الشوط ده ولا لا، يعني انا اللي هو انا كنت نزلت الفيلم وبقيت بعمل سيلو اهو شايفين اهو اذا كل المعدين دول وكل المشهد ده ما استوقفهمش مش ممكن. ف طبعا الموتوسيكل بتاع البلد دي مش راكب عليه 2 سي سي وواحد رابعه، يعني لا في 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 تركيبه اوسع كتير من كده، بس فعلا بس احنا ما بنوقفش عليها. ما بنوقفش عليها ليه؟ التفسير ببساطه شديده جدا، وما اعتقدش ان احنا محتاجين ان احنا يعني ناس نرسل فيه، هو انه التفسير ببساطه انه من يملك يصنع اجنده الاخبار، وانه في النهايه البرامج اللي بنتفرج عليها بالليل بتحكمها بيحكم انتاجها مصالح بتحدد بيحددها سعر النجم، والنجم بتحدد سعره الاعلانات وقربه من دوائر صنع القرار واستشعار قلق من انه يتوقف مصادر الدخل اللي بتيجي عشان مش عارف ايه فالبرنامج ما يستمرش وكذا. طب الاعلانات دي اساسا بتتقدم لمين في النهايه؟ للناس اللي عندها قدره شرائيه تقدر تشتري المنتجات. فهنبص نلاقي ان احنا كلنا في النهايه حبيسي دائره فقاعه تخلق تروج عن هذا ما يعتقد الشعب المصري وهذا ما يراه الشعب المصري وهذا ما يتحدث عنه الشعب المصري وهذا ما يعتبر الشعب المصري مهم، وهو في الحقيقه بيعبر عن دائره صغيره قوي كده هي الشرائح العليا من الطبقه الوسطى لسه تملك القدره الشرائيه انها تشتري المنتجات اللي بتعلن، ومن ناحيه كمتلقي ورجال اعمال بتربطهم مصالح مباشره او غير مباشره بالنظام الحاكم والدوله وما تمثله، من اول بقى الجيش للشرطه للاطراف اللي بتتحكم في راس المال داخل الدوله وهكذا. طب نعمل ايه؟ مش عارفه هي التحدي الحقيقي بقى وقتها الواحد كان في 2011 لما كنت بتكلم في مجموعه من الصحفيين اللي كانوا موجودين وقتها، اعتقد كان معانا رضوان ادم وهاني شكرا الله وكان مجموعه من الصحفيين الهايلين الواحد اتعلم منهم كتير الحقيقه. انا كنت شايفه انه الاعلام البديل هو اعلام الثوره، انه بمعنى انه كل ما هنرفع السقف اكتر، وده احنا جربناه لحد 2011 20 يناير 2011، كل ما هنرفع السقف اكتر كل ما الناس في الشارع وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وكل ما البلوجرز هينزلوا لنا على اليوتيوب حاجات الاعلام السائد مش عايزنا نشوفها او عايزنا نحطها في يعني اسفل سلم اولوياتنا،
واحنا نقول له لا افتح الملف ده، الناس بتتكلم عن كذا، اهتمامات الناس عن كذا، انت مهدد ان يسحب البساط من تحت قدمك لان الناس هتتابع اللي هيقول اللي هيتكلم في النقطه دي، فبالتالي اعلاناتك هتقل. فانت كده بنرفع سقف الحريه وبنجبر الاعلام السائد ان هو يتبنى خطاب معين. كنت شايفه انه ده في حد ذاته في الحقيقه مهم جدا، وكان يعني بدعو له بنهم وشغف، يعني انه اخرجوا كسروا الخطوط الحمراء اللي بتتحط علينا، اخرجوا كسروا السائد، اكتبوا بيانات وزعوها في الشارع، ارسموا جرافيتي على الحيطان، علوا صوتكم بالهتافات واحنا وراكم. الحقيقه المساله بقت اكتر تعقيدا من كده بعد 3 سنين. للاسف احنا ملناش صوت، الثورة ليست لا ليس لها صوت. احنا بعد 3 سنين اللي بنحاول ان احنا نعمله هو ان احنا نبقي اعلام محايد بالمفهوم المهني اللي في النهاية اتخلق في اوروبا وامريكا في الـ60 من القرن الـ20 لما بدأت الصحافة تاخد شكل مختلف ويبقى لها تأثير مختلف وكذا. احنا بس بنحاول ان احنا نحافظ على اللي اتعلمناه حرفيا، مش بنحاول ان احنا نكسر ونقدم وجهه نظر مغايره. الثوره مهم يبقى لها صوت. الازمه انه لما احمد سمير هيكتب في الشروق او في المصري اليوم 100 هيقروه، وهيقروا جنبه مقالات تانيه لناس لانه بيروج له اكذوبه انه الاعلام مفتوح للجميع عشان يعبر عن وجهه نظر. الثوره مش وجهه نظر، الثوره مش ضيف في برنامج توك شو يطلع يقول كلمتين ويروح. الثوره موقف، وما يدار بيننا في كناس منتمين لثورة 25 يناير من نقاشات، من جدال، من تصورات، من محاربة لورة مواقف، من ده كله لازم يتم بلورته في أداء، في نافذة يصنعها الثوار، يقرأها الثوار ويروج لها الثوار. المفهوم الكلاسيكي كان دايما عندنا كشاكين ثوريين هي فكرة الجريدة الثورية. يمكن احنا محتاجين نخرج حتى برا المفاهيم التقليدية، محتاجين نفكر احنا كناس بتحلم ببكرة ازاي يبقى عندنا اداة، عندنا وسيلة مش بس تعكس هموم الناس اللي بجد، مش بس تكسر في أجندة الإعلام اللي بيحاول يفرضها علينا وكأنها أجندتنا، مش بس تحاول تقول لأ المسألة مش مين هيجي، مش مسألة تسجيلات بيذاعها عبد الرحيم عادي ومش عارف إيه، المسألة في إن أنا الـ10 جنيه اللي في جيبي بطلت تعرف آكل بيها. على رأي حد كان كاتب على الفيسبوك شوية أعتقد أحمد فوزي، إنه وأنتوا قاعدين بتتناقشوا النقاش الرهيب ده حوالين الاستفتاء وحوالين مش عارف إيه، أكلت طبق كشري ب15 جنيه وما كفتنيش. إحنا محتاجين وسيلة نعمل بيها اللي عملوه اللي عملته الحركات المناهضة للعنصرية في مثلا في جنوب افريقيا، فكرة الراديو بايرسي لما كانوا بيتنقلوا من بيت لبيت عشان وقتها كانت الإذاعة هي اللي مسموعة، من بيت لبيت يعملوا يخاطبوا الناس عن طريق موجات مسروقة. احنا لحد دلوقتي ما حدش فينا يقدر يعمل إذاعة، ما حدش فينا في الحقيقة يقدر يطلع جورنال، لانه في نهايه كل القوانين وكل القيود اللي محطوطه عشان تفضل التركيبه كده، تفضل التركيبه انه الملاك مساحتهم كذا يسهل السيطره عليهم. واحنا للاسف كل ما دايره الفيسبوك وتويتر وكذا بتوسع بنلاقي نفسنا بنتابع بعض يعني ما بنكلمش الاخر، والاخر ده مش عارف يجي لنا منين. يعني انا لو عايز اشوف مناقشه ما بين جيهان ابراهيم واحمد سمير على تصور اللحظه الرهنه هقراها فين؟ ما انا مع احمد مش فاند عند احمد على الفيسبوك ولا عند جيجي، هما الاثنين ما يعرفونيش، هشوفها فين؟ وانا معاهم بكره ما ببقاش عارف اساسا انهم موجودين. يعني هي مجرد فكره بتراودني من بقالي
ثلاث سنين. فكرة الحقيقة الزملاء في, 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 في هنا في يعني بيحاولوا ياخدوا بيها خطوة لقدام بالتلفزيون الاشتراكي او بموقع الاشتراكيين السوريين. وفي ناس تانية يعني في مصرين وتجربتهم في محاولة للتكسير ده، بس المهمة مش سهلة. وإذا كان الإعلام هو من أكبر الأسلحة اللي بتستخدمها الثورة المضادة عشان خاطر تفرض علينا أجندتها وتفرض علينا رأينا في اللحظة وتفرض علينا رأينا في نفسنا، إحنا ضعاف ولا أقوى؟ لأنه إحنا بنقعد نتكلم ونقيم إحنا اللحظة رغمنا وفقا لما تقول لميس الحديدي حوالين الناس فرحانة ولا بالثورة ولا مش فرحانة بالليل. يعني يعني الكسر ده كله احنا لازم يبقى عندنا تصور ل خلق مؤسسات. اذا كنا بنتكلم على ان احنا عايزين مجتمع بديل، فاتصور انه خطوه من الخطوات الاساسيه اللي لازم نتحرك فيها هي خلق مؤسسات اعلاميه بديله للاعلام السائد دلوقتي، مؤسسه بينتجها الناس تتفرج عليها الناس وكل ما هم الثوره يتم مناقشته من خلالها. و يعني اتمنى انه في اكون بس يمكن شاركت في طرح تساؤلات اكتر من تقديم اجابات. واتمنى طبعا انا حابه اسمع راي احمد في الكلام اللي انا قلته ويهمني اعرف اكتر من كمان من جيهان، يعني اكتر من الكلام اللي يمكن اتكلمناه قبل كده على ازاي نقدر نعمل ده واحنا اليات التواصل والاتصال بالنسبه لنا بقت بتاخد طفرات رهيبه جدا مش هنعرف نتعلمها من اي ثوره تانية. بسمبلي ببساطه لانه ما كانش فيه في اي ثوره تانية الامكانيات اللي تحت ايدينا دي. يعني احنا كل واحد فينا معاه حلقه اتصال ب 16 مليون واحد على من المصريين بيستخدموا الفيسبوك بس ما بيسمعوش بعض. يعني فايه و 16 مليون واحد ما بيسمعوش بعض بس في الحقيقه بيسمعوا التلفزيونات اللي بيتفرجوا عليها بالليل وبيرددوا الاكاذيب اللي بتتقال لهم على المواقع بتاعه الجرايد الكبيره. فاحنا فين؟ صوتنا فين؟ صوت الثوره فين؟